السؤال اللي جاي خاص بالدكتور طه اسماعيل رئيس لجنه التخطيط للكره. في زميل بيسال حضرتك عن ابرز مدار في الحوار بين لجنه التخطيط للكره والسيد رينيه فايلر في الاجتماع اللي جرى قبل هذا المؤتمر الصحفي. هو طبعا ما فيش شك انه يعني في كثير من الحاجات اللي هو جاوب عليها كانت برضو مسار اسئله واحنا قاعدين. طبعا احنا عارفين امكانياته والاسس اللي اخترناها على اساسها، لكن كان مهم جدا ان هو يعرف تاريخ النادي الاهلي، هو عارفه لكن احنا حبينا ناكد على هذه المعلومه عشان يعرف حجم التحديات اللي هتقابله، لان هو بيدرب اكبر نادي في افريقيا واكبر نادي يمكن في العالم حصولا على بطولات حسب الاحصائيات الاخيره. فعلى قد هذا العمل العظيم بالنسبه للنادي الاهلي والتاريخ الكبير دوت، على قد التحديات اللي هتقابله، ولازم يبقى عارف بالظبط ان هو يعني هيبقى محط انظار جماهير نادي الاهلي الغفيره في كل مكان، وحتى الجماهير الغير اهلاويه ايضا، على اساس ان هم عايزين يعرفوا يعني الراجل دوت امكانياته ازاي. احنا كان عندنا قناعه في اختياره، وزي ما قلت لحضراتكم، لان احنا عملنا اختيار غير تقليدي بالمره، وعندنا ثقه كبيره جدا في امكانياته. لكن ايضا في كره القدم لابد ان احنا نعرف ان هناك جانب من المخاطره في كل اختيار في اي حد في العالم، لانه في جوانب كثيره جدا قد لا تعرفها، انما احنا حاولنا نستفسر على جوانب اخرى خاصه بتعامله مع اللاعبين، بمعايشته للاعبين، بادائه في الملعب ووجوده باستمرار في الملعب، ودي حاجات برضو يمكن كانت غايبه عن ناس كثيرين جدا. ومن خلال هذا الامر يعني وجدنا توافق كبير جدا في الافكار اللي احنا يعني اخترناه على اساسها، وفي استعداداته هو ايضا لقبول هذه التحديات. وكان الجلسة جلسة يعني صحيح جلسة ممتعة واستقبال جيد وكل حاجة، لكن ما فيش شك ان هو كان هناك تحديات متقابلة بيننا وبينه، علشان لازم يعرف ان هذه التحديات اللي هتقابله في عمله هنا. وفي كرة القدم المدرب، اي مدرب في العالم، هو عارف ان هناك ضغوط وتحديات، وهو عارف دي كويس قوي، وهو يعني مستعد لها تماما، لانه اي واحد فينا، واحنا كلنا حتى في شغلنا بتلاقي تحديات دايما في نجاحك، في الجهات المنافسة لك ازاي بتقابلها برضو، لان دي برضو تحديات اخرى، سواء من خلال التبادلات في الكتابات والكلام دوت، برضو لازم بقى هو عند ملم بكل ما يدور في هذا المحيط الرياضي. لكن هو الحقيقة يعني وجدنا منه مثابرة كبيرة جدا، واستعداد للصبر على هذه التحديات، والأداء اليومي المستميت في سبيل تطوير فريق النادي الأهلي اللي يستحق هذا الأمر. واحنا بندعو له وبنتبنى له التوفيق، وبنأزره وبنسنده في كل الاوقات. وعشان كده انا وجهت كلمه لجماهير النادي الاهلي انها تساند وتؤازر هذا الجهاز، وتؤازر هذا المدرب، وتؤازر اداره النادي اللي هي برضه بتعمل لصالح النادي. وبرضه بكرر تاني، خلينا متحضرين جدا. انا بكلم من هو موافق او من هو عنده اعتراض، لكن وانس حصل الاختيار كلنا بنمشي ورا الاختيار. الاختيار الديمقراطي مجلس الاداره اختير، خلاص كلنا وراه. ممكن يكون لواحد راي مخالف، لكن خلاص ده اختير هذا، يبقى انا واقف النادي، ودي تقاليد النادي الاهلي. اختير الجهاز الفني مهما كان هناك، كل واحد له راي وكل واحد له، لكن خلاص طالما تم هذا الاختيار فكل المنظومه كلها بتاعت النادي الاهلي مؤازره ومسانده، مسانده كامله للجهاز الفني ولاداره النادي في هذا الامر. ودي اللحمه اللي موجوده لدى النادي الاهلي والمنظومه اللي موجوده على طول السنين اللي فاتت. مش كل الناس موافقه، في ناس مش موافقه على امور معينه، لكن طالما تم الامر وتم الاختيار فالكل مساند باذن الله تعالى.